برحب بحضراتكم مره تانية. يعني من يومين كان في مؤتمر صحفي للمهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، كان بيتكلم على بعض الامور الخاصه بالنادي، ويمكن كان جزء منها حقيه اعضاء فرع الشيخ زايد، اعضاء نادي فرع الشيخ زايد في التصويت في الجمعيه العموميه القادمه طبعا للتصويت على اللائحه الداخليه للنادي الاهلي. يمكن طبعا الفتره اللي فاتت كان في بعض الامور خاصه بهذه المشكله، طبعا اعضاء الفرع الشيخ زايد اخذوا حكم بحقيتهم في التصويت في الجمعيات العموميه القادمه. يعني اكيد النادي الاهلي بيحترم القانون، بيحترم حكم القضاء، فبالتالي المهندس محمود طاهر كان اتكلم على الجزئيه دي في المؤتمر الصحفي، طبعا لان احنا بنتكلم عليها اكتر في الفتره القادمه. يمكن هنشوف بقى ان شاء الله 25 26 اعضاء الجمعيه العموميه فرع الشيخ زايد هيصوتوا فين، هيتعاملوا ازاي مع الفتره القادمه، وايه سبب المشكله، وايه التعامل كان من خلال الجمعيه العموميه او اعضاء فرع الشيخ زايد في الفتره اللي فاتت لغايه لما اخذوا الحكم القضائي بحقيتهم في التصويت. هيكون معانا طبعا في هذا الموضوع والكلام عليه بشكل مستفاض استاذ المحامي استاذ وائل عوض، عضو الجمعيه العموميه والمستشار القانوني لاعضاء النادي فرع الشيخ زايد، فرع طبعا النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. ايضا الاستاذ المحامي عيسى مكرم، المستشار القانوني لاعضاء فرع النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. برحب بيك استاذ وائل، منور. اهلا بيك يا كابتن محمد، انا سعيد ان انا في بيتي ووسط ناس انا بحبها، وبشكر القناه ان هي ادتني لاول مره فرصه ان انا اوصل وجهه نظر اعضاء النادي الاهلي فرع زايد، وان انا ارد على الكثير من الادعاءات والكثير من الافتراءات اللي ملت مسامعنا في الفتره اللي فاتت. فانا بشكركم نيابه عن الناس كتير قوي، يعني بيشكروكم عشان انتم ساعدتونا ان احنا نعمل منورين طبعا، وده مهم جدا. احنا قناه الاهلي يعني كيان كبير، كيان واحد، فاحنا بالتالي اي مشكله احنا بنواجهها كلنا لازم طبعا نعرضها بشكل كبير. ايضا استاذ مكرم، استاذ عيسى بكر، برحب بحضرتك طبعا، منور قناه الاهلي. ربنا يخليك فندم، بشكر حضرتك وبشكر كل الستاف العاملين في قناه النادي ومجلس اداره النادي الاهلي، ومتشكر جدا. تنور. خلينا في البدايه طبعا المشكله من الاول، او بدايه المشكله سببها، وفي نفس الوقت ايه الخطوات اللي اخذها اعضاء الجمعيه العموميه في فرع الشيخ زايد في ان هم ياخذوا حكم قضائي بحقيتهم بالتصويت في الجمعيات العموميه القادمه. بص يا كابتن محمد، الموضوع يتلخص في ان احنا ناس بنعشق هذا الكيان حقيقي، وفي البداية أنا عايز أقول يعني رسالة كده ولتفهم للجميع وإن شاء الله توصل للقلوب والعقول. أعضاء زايد لن يكونوا معول لهد حجر واحد في النادي الأهلي. أعضاء زايد هم أبناء للنادي الأهلي، بيتشرفوا كل الشرف ان هم يحملوا شرطه وان هم يحملوا اسمه. فدي رساله احب اوجهها لابناء واعضاء النادي الاهلي، مش هسمي جميع اعضاء النادي الاهلي، لن نكون معول لهدم حجر واحد في النادي الاهلي. القصه بتاعتنا بتبتدي ان احنا اشتركنا في النادي الاهلي طبعا عشقنا، وانا شخصيا كنت من احد امنياتي ان انا اعدي جنب سور النادي الاهلي، مش ان انا ابقى عضو فيه. فالحمد لله ربنا اكرمني وبقينا، واكرم ناس كتير معانا، وبقينا اعضاء في النادي الاهلي فرع زايد. الا اننا فوجئنا بوجود ماده غريبه الحقيقه، وهي الماده 21 في القرار في لائحه النظام الاساسي للانديه اللي هي 929 لسنه 2013، بتحظر وبتمنع عضو الفرع من ان هو يكون ليه حق التصويت او حق الترشح او حق ان هو يبدي رايه في اي شيء معروض عليه في الميزانيه. ده فرع اكتوبر فقط، ها؟ فرع الشيخ زايد. فطبعا كان الامر يعني مثير وفعلا اثار حنق يعني ناس كتير جدا. يعني انا شخصيا من الناس اللي حسيت ان انا ازاي يبقى لي ما يبقى ليش راي في الكيان اللي انا فيه، مجرد ان انا ابقى موجود في مكان لازم يبقى لي راي فيه، راي في مستقبله، في حاضره، في طبعا ماضيه خلاص يعني احنا ما كناش جزء منه، انما لازم يبقى لي راي فيه. ف
فطبعا عشان اختصارا للوقت احنا طبعا وكلنا الاستاذ عيسى ورفعنا دعوة امام القضاء الاداري. وهنا انا عايز اقول حاجة مهمة جدا. الدعوة التي تم رفعها في القضاء الاداري هي دعوة لمجرد حصول اعضاء نادي الاهلي فرع زايد على حقوقهم الدستورية اللي كفلها الدستور، وهي حقوق لصيقة بيهم، يعني مش منحة من حد، ولم تتضمن على الإطلاق المطالبة بدخول أي فروع أخرى. تاني، دعوة أعضاء النادي الأهلي الشيخ زايد هي دعوة منصبة على أنه ياخدوا حقوقهم الدستورية اللي كفلتها المادة 87 والمادة 53، بل في المادة 53 قال لك تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. إذن أنا موجود في المحكمة عشان آخد حق دستوري. تمام. ودي رسالة بقولها يا رب توصل للكل، إن 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 الأعضاء زايد لم ولن يبتغوا أي حق مش يعني مش مخول ليهم. لا إحنا حبينا نخش فروع زي فرع الجزيرة ولا مدينة نصر، نعلم تماما أن استكمال العضوية هي الطريق الوحيد لأن العضو أو عضو زايد يخش الفروع دي. تمام. مشينا في الدعوة والحمد لله كسبناه بتاريخ 15/3 2016، وحصل عليها إشكال، الإشكال برضو اترفض بتاريخ 5/7. يعني ده حكم نهائي. إذن هذا الحكم هو حكم نهائي ليس من 5/7، إنما أحكام القضاء الإداري بتبقى وجبة النفاذ منذ صدورها وبمسودة الحكم. استاذنا الاستاذ عيسى يصحح. ما انا هروح بقى للاستاذ عيسى واقول له يمكن السير بقى، سير القضية نفسها وبداية الكلام. استاذ وائل وضحه ان هو كعضو في الجمعية العمومية وحتة الدستور بيكفله ان هو حتة عدم التميز او التمييز في جزئية الرياضة، وان الجمعية العمومية في النادي الاهلي او اعضاء فرع الشيخ زايد كانوا يهمهم مش عايزين يخشوا ولا فرع الاهلي الجزيره ولا مدينه نصر، لكن يعني يبقوا زيهم زي اعضاء النادي في كل حته. فقط يعني سير القضيه بقى نفسها. فقط الدعوه اساسها كله الدعوه اساسها القصه كلها كان الاعتراض على الماده 21 من قرار وزير الرياضه 929 لسنه 2013 بلائحه النظام الاساسي للانديه. كانت بتقول لي بقى الماده دي، هو العضو الذي تقتصر عضويته على فرع النادي ويعامل معاملة العضو العامل في حدود الفرع المشترك فيه، ولا يكون له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي. طبعا ده مخالف للدستور والقانون. الدستور بيدي حق أصيل للإنسان أنه يبقى له حق التصويت وحق الانتخاب وحق الترشح، ده حق لصيق بيه لا يجوز الجور عليه ولا يجوز الانتقاص منه. رفعنا الدعوة بغية، وعشان برضو نعيد الحق لأصحابه، كان سبقنا في هذا الأمر نادي الزهور المستشار عادل حسين رفع الدعوة اعتراضا على المادة دي وخد حكم في الجزئية دي بإلغاء الفقرة دي، وحازينا نفس الحز وأمننا بالفكرة دي لأنها فعلا حق، مش انتقاص من العقل، ولا احنا عايزين نرفع قضية لمجرد رفع قضية، وكانت القضية منصبة فقط على إلغاء الفقرة دي بمنعي من حضور الجمعية العمومية والتصويت والترشح فقط. لا طلبنا دخول الشيخ زايد فرع الجزيرة، ولا طلبنا دخول مدينة نصر، ولا تمتع بأي خدمات أخرى، فقط الحصول على حق أني أبقى عضو جمعية عمومية فقط لا غير. ورفعنا الدعوة والحمد لله ربنا كرمنا وخدنا حكم من 15/3 واجب التنفيذ. أعلننا الجهة الإدارية وأعلننا الوزير المختص وأعلننا المجلس القومي للرياضة بتنفيذ الحكم. قالوا أن في إشكال مقام من النادي الأهلي، هنضطر نوقف تنفيذ الحكم لحد الفصل في الإشكال، وده منافي ومخالف للقانون، لأن الجهة
الوحيدة التي تملك إيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري هي المحكمة الإدارية العليا، لجنة فحص الطعون. مش بمجرد الإشكال، وده خطأ قانوني فاحش بيقع فيه ناس كتير وبيتداولوه على الميديا وعلى الإعلام وفي التلفزيون، وإن الإشكال أقيم. لا، الذي يملك إيقاف تنفيذ الحكم فقط هي دائرة فحص الطعون، محكمة الإدارية العليا. أما وإننا استنينا الفصل في الإشكال، الحمد لله اتفصل في الإشكال في 5/7/2017 بالرفض والاستمرار في تنفيذ الحكم. أعلن الجهة الإدارية، مديرية الشباب والرياضة، الوزير المختص، مجلس القومي للرياضة، النادي الأهلي. مشكورا النادي الأهلي فور إعلانه بهذا الإنذار، أفادوا بأن هم هينفذوا الحكم، لا يملكوا طريق آخر غير تنفيذ الأحكام القضائية إعلاء للقانون والدستور. ما هي دي دولة القانون والدستور التي تحترم القانون والدستور. وأي مسؤول في البلد لما بيجي يتولى منصب بيقسم في قسمه: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون. أن أحترم الدستور والقانون يعني أنفذ الأحكام القضائية مثل ما ورد فيها، ما فيهاش تفسير، ما فيهاش وجهة نظر، ما فيهاش انتقاص. أنا دلوقتي عضو جمعية عمومية من 15/3/2016 بموجب الحكم القضائي الصادر في الدعوة رقم 30817 لسنة 71 محكمة القضاء الإداري، من حقي كعضو فرع الشيخ زايد ان احضر الجمعيه العموميه، ده كان المفروض ان احضر الجمعيه العموميه الماضيه اللي اتعملت في 15/3 و16/3، كان المفروض الحكم بيقول اني احضر الجمعيه دي. الحكم صدر وينفذ بمسودته، كنت اروح للجهه الاداريه اتفضلي الحكم، ابقى عضو جمعيه عموميه من الفتره دي، من الجمعيه العموميه السابقه مش اللي جايه، ده حق مكتسب بقوه القانون. تمام. واحنا دلوقتي بقى في قدام، خلاص احنا النادي الاهلي اعلن تنفيذ الحكم. جميل. انا شايف بقى على الفضائيات، مديريه الشباب والرياضه بعتت جواب للنادي الاهلي بانك نفذ الحكم كما ورد في منطوقه. عظيم، جميل. كانت في مداخله في احد البرامج الرياضيه للسيد الوزير، قال جمله كده انا لحد دلوقتي عمال افكر وادور لها على التأصيل القانوني يعني. بهذا الخصوص تحديدا حكم النادي الاهلي فرع الشيخ زايد وحكم نادي الزهور. على بيتكلم على عضو الفرع، بيتكلم على المقارنه ولا بيتكلم على لا تنفيذ الحكم؟ تنفيذ الحكم، تنفيذ الحكم. وقالها كده صراحه، في استحاله في التنفيذ. اي استحاله معالي الوزير في تنفيذ حكم قضائي؟ ومش واجب على اي مسؤول ان يبقى في حكم قضائي تنفيذه الا هيتعرض لمعاقبه معينه؟ ما هو ده اللي بنقول يعني، ده اجراء المعاقبه ده اجراء لاحق يعني. انت دلوقتي انا بعت لك واعلنتك واخترت حضرتك بموجب القانون والدستور نفذ الحكم، حضرتك تجاهلتني، ما عجبكش كلامي، ضربت بالاحكام عرض الحائط. طب انا هعمل ايه؟ هاخد ضد حضرتك اجراءات قانونيه، عدم تنفيذ حكم قضائي وفقا للماده 123 من قانون العقوبات. لكن احنا مش هنلجا لدي، انا بتكلم على التصريح اللي صدر من مسؤول، اعلى مسؤول للدوله في شؤون الرياضه، يقول استحاله تنفيذ الحكم. طيب استحاله تنفيذ الحكم معالي الوزير، طيب انت في حكم نادي الزهور في جمعيته المنعقده 11/3/2016 نفذت حضرتك حكم المحكمه، محكمة القضاء الإداري، بأن عضو نادي الزهور فرع التجمع الخامس عضو جمعية عمومية وله حق التصويت والحضور. نفس الحكم يا فندم، نفس المبدأ القانوني اللي أقرته المحكمة. حضروا بتوع نادي الزهور وأدلوا بصوتهم في الجمعية الماضية في 11/3، تمام زي الفل تنفذ. نيجي عند النادي الأهلي، لا هيبقى فيه استحالة تنفيذ. طب حد يقول لي، حد يديني سبب واحد لهذا المنطق. ده حكم قضائي ما فيهوش اجتهاد، ما فيهوش وجهه نظر، ما فيهوش تفسير، ده حكم ملزم منذ صدوره. طب استاذ وائل، يعني وجهه نظرك ليه سياده الوزير ممكن يكون يعني بالرغم ان نفس الوضع لنادي الزهور وتم تنفيذ الحكم وتم تنفيذ واعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزهور راحوا وصوتوا، ليه استحاله زي ما بيتكلم كده استاذ عيسى؟ سياده الوزير اتكلم في الجزئيه دي. ارد؟ اه اتفضل. عشان النادي الاهلي. طيب لا وضح لي. انا الحقيقه يعني انا هحاول اضبط يعني الكلام مع نفسي، لان انا منفعل جدا. ليه بقى؟ لان اللي قاله الاستاذ عيسى مش اول حاجه قيل، ان انتوا لو في حكم بيديكوا هذا الحق
فموجود حكم تاني اللي هو حكم نادي الصيد بيقول لا اعضاء الفروع ما يخشوش. يا فندم يعني اذا تعبت نفسك وسالت الاداره او المستشارين القانونيين، واذا تم قراءه حكم نادي الصيد بشيء من التمهل، هتجد ان حكم نادي الصيد تم عدم قبوله لانه بناء على حاجه شكليه، المحكمه ما دخلتش في الموضوع. الموضوع يعني هم رفعوا قضيه تاني وهيكملوا المشوار بتاعهم، الا ان يعني ليه احنا بنختلق الاعذار والمبررات لعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي؟ انا ده التساؤل الاول اللي انا عايز اساله، ليه الاعذار لدرجه انه تم تفسير، يعني انا اربو بسياده الوزير وهو شخصيه يعني نحترمها ونقول لها، تم تفسير ماده في القانون اللي هي الماده 6، واتقال ان في طبقا للماده ان هي تلغى الاحكام الرياضيه في ظل القانون القديم اهو. طيب يعني برضه بدون قطع، معلش انا الجهه الاداريه الخاصه ب ما انا جاي لحضرتك اقرت بالجزئيه دي ويجب تنفيذ الحكم، ما انا جاي لحضرتك من خلال الاستاذ محمود سويلم، محمد سويلم، محمد سويلم انا اسف، تلغى الاحكام الخاصه بالرياضه المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنه 75. الله اعلم، لان انا من كتر التفسيرات وكتر الاقاويل انا بقيت متلخبط مين اللي بيقول الكلام ده. انما انا سمعت ان في احد الساده الكرام فسر هذه الماده ان كلمه احكام دي يعني احكام قضائيه، انما هو الماده بتقصد الاحكام يعني الرولز القواعد، لغى قانون قديم، لغى نصوص نصوص القانون القديم. انما انا ما شفتش الحقيقه، ويعني ربنا يدينا كلنا العمر، ان في قانون بيصدر بيلغي احكام صدرت. وبعدين احنا بنتكلم يا جماعه عن محكمه القضاء الاداري. محكمه القضاء الاداري دي قضاء اجلاء، الاحكام بتاعتهم بتؤخذ ان هي مبادئ. طيب الشيء بقى اللي حضرتك بتقول لي عليه اللي هو بتاع الاستاذ محمد سويلم. استاذ محمد سويلم بعت جواب تنفيذ الحكم للنادي الاهلي، وفوجئنا انا ما وصلنيش حاجه اكتر من هذا الكلام، ويا رب ما يوصلني، انما انا بقول ان انا فوجئت لحكم نادي الزهور او في دعوة نادي الزهور ان هم بيبعتوا جواب مضاد للي بعتوه قبل كده. هم بعتوا جواب لنادي الزهور قالوا لهم نفذوا الحكم، الى ايه لا فوجئوا بجواب تاني بيقول لهم نفذوا الحكم، بس انت يا مجلس اداره المسؤول وفي ضوء قانون 71 لسنه 2017. يعني ايه وتعليمات اللجنه الاولمبيه؟ يعني ايه يعني انا هو اللي بعت هذا الخطاب مش شايف حد، يعني هو بيتلاعب مش شايف حد. كون ان انا ابعت جوابين متضادين لهذه الدرجه، شويه نفذ وشويه ما نفذ طبقا لده، عشان طب مين؟ احمد ولا استحمد؟ مين؟ طيب نسيبنا بقى من النقطه دي. اثناء اعداد اللائحه الاسترشاديه، نما الى علمنا ان في بعض البنود كده هوت مش مظبوطه فيه. انا توجست، يعني قلت على سبيل الاحتياط قلت اعمل انذار للمهندس هشام حطب وله كل التقدير، بقول له لو سمحت اثناء اعدادك للائحه خلي بالك ان انت ما تضمنهاش اي بنود تخالف الاحكام اللي صدرت بخصوص اعضاء الفروع. اهو الانذار اهو، عشان لو ما كانش المهندس هشام حطب شافه اهو، وملحق به الحكمين الصادرين في حق نادي الزهور والحكم الصادر في النادي الاهلي. حق النادي الاهلي. الحقيقه كانت الاستجابه سريعه، يعني ان ما حدش عبرنا اصلا. مش مشكله. فوجئنا باعاده نفس الماده بنفس كيانها البغيض
في هذه اللائحة، وكل الإعلاميين ولهم مني كل التقدير بيطلعوا ويتكلموا وتيجي سيرة الفروع ما فيش ما حدش. طيب هذه المادة التي وصفتها المحكمة بأنها مادة غير مشروعة، بتتعاد لمصلحة مين؟ بتتحط تاني لمصلحة مين؟ ويا ريت اتعادت يعني 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 اللي اعادها تقريبا بيوم عين في يعني في إهانة عضو الفرع كأنه مش من مصر. المادة زي ما تفضل الأستاذ عيسى اتشال منها كمان، قال له يعني أنت كمان هتبقى عضو عامل في حدود الفرع؟ لا شيل. إيه ده؟ طبقا للمواثيق والمعايير الدولية. ومع ذلك رحت بعت له إنذار تاني أهو يا باشمهندس في 29/7 29/7 هذا الإنذار، فحواه إن لو سمحت طبقا لما هو مخول لك من انت تقدر في المادة 3 من اللائحة ان انت تقدر تعدل اللائحة الاسترشادية اهي المادة 3 اهي من اللائحة الاسترشادية اهي بتقول وللجنة الأولمبية المصرية تعديل احكام لائحة النظام الاساسي للأندية الرياضية اللائحة الاسترشادية، اللي الباشمهندس هشام حين سئل في احد البرامج هل لك حق تعديل اللائحة قال له لا. انا انظرت المهندس هشام حطب بموجب هذا البند انه يغير الماده الصادره في اعضاء في حق اعضاء الفروع وحملته المسؤوليه. طب عشان ما نتوهش معلش اقول الحته دي كده في تضارب ما بين اللائحه الاسترشاديه والحكم الاعضاء اللي مش تضارب هو رمى ما بصش مسح الحكم ما بصش للحكم الصادر في أصلاً. الدعوتين سواء ده في نادي الزهور او في النادي الاهلي ما بصلهمش. وقلت له انا بحملك عشان النقطه دي مهمه بحملك بطلان اي جمعيه عموميه للنادي الاهلي لم يدعى اليها اعضاء زايد. احنا بنعمل قانون جديد عشان انا بقول لحضرتك ليه بقى بطلان تاني وكل حضرتك الجزئيه عايزين نفهم منها الصراحه لان الاهدار المال العام اهدار المال العام اللي هو السيد الوزير عايز يوجهه للنادي الاهلي اهدار المال العام يا سيدي الفاضل هو ده بعينه ان انت تعلم ان في احكام صادره في حق اعضاء الفروع وتتجاهلها وتعيد نص الماده وتدي كمان الحق للانديه ان هي تعمل جمعياتها. ازاي؟ ان هي تعمل جمعياتها العموميه وهو في حكم ناس متجنباه مش هتحضره؟ يبقى اذا اهدار المال العام اللي متجلب بصوره يعني لا خلاف عليها هو ان انا خالف الاحكام القضائيه وبسمع كل يوم وكل دقيقه احنا بنحترم القانون احنا بنحترم الاحكام هو فين احترام الاحكام؟ متجلف ايه؟ متجلف في ان في صراع شديد على عدم تنفيذ الاحكام الصادره من محكمه القضاء الاداري وخصوصا عضو الفرع بزايد. استاذ عيسى يبقى احنا كده بنتكلم ان في محاولات دايما على او قطع الطريق على النادي الاهلي ان هو ينفذ حكم المحكمه. تشوفها ليه بقى؟ يعني هي دي النقطه اللي احنا عايزين نوصل لها مع استاذ وائل. يعني ما هو ده اللي احنا يعني ده اللي الواحد بيفكر فيه من ساعه صدور الحكم ومن ساعه الفصل في الاشكال، خلاص الحكم اصبح نهائي واجب التنفيذ، بنلاقي مبررات وعراقيل دون سبب ودون بنعمل مشكله من لا مشكله، ما هو ما فيش مشكله، انت في حكم قضاء قال انا هنفذ النادي يعني الاهلي قال انا هنفذ كمجلس اداره قال انا هنفذ منطوق الحكم طبعا مشكورا اعلاء تنفيذ الحكم يعني اعلاء للقانون والدستور ما ده 1+1=2 تمام. ابجديات حكم قضائي ضد حضرتك طعنت عليه خدت اجراءاتك اصبح واجب النفاذ حضرتك هتنفذ الحكم يا جهه اداريه نفذ الحكم. طيب اللجنه الاولمبيه وزاره الشباب والرياضه متمثله في الساده الافاضل رؤسائها على راسنا ولهم التقدير والاحترام ايه وجه الاعتراض في تنفيذ الحكم؟ ايه وجه
هات مبرر قانوني، قانوني، مش كلام مرسل هنقعد نقوله على الفضائيات او نقوله في الصحف والمواقع الالكترونيه بلا سند قانوني من القانون او الدستور. هات لي حكم انت يا فرع زايد خدت حكم قضائي، حضرتك محكمه القضاء المحكمه الاداريه العليا لغت الحكم بتاعك على الراس والعين. اما وان ما فيش ده يبقى حضرتك تنفذ الحكم. طب نيجي بقى، طيب احنا عملنا دستور زي ما الاستاذ وائل اشار للقصه دي، عملنا انذارين للمهندس هشام حطب ان حضرتك راعي الاحكام القضائيه دي وانت بتعمل اللائحه الاسترشاديه، ما تهدرش الاحكام القضائيه، ما تهدرش حجيه الاحكام القضائيه. طيب راح الاحكام القضائيه انذارين واستلموهم واعلنوا بيهم، طيب تمام، احكام ايه دي؟ الفروع بتاعه النادي الاهلي والظهور؟ لا لا، هات في الماده القديمه كانت بتقول ايه اللي اتلغت بحكم قضائي. كانت بتقول عضو الفرع في حدود عضو عامل في حدود فرعه، لا الغيها كمان. ولا يحق لها حضور الجمعيه العموميه او ما نبقاش متحاملين على حد، لو حد يعني من مش طرش يا استاذ وزاره الرياضه عايز يرد، يا ريت احنا على الهوا اهو وعلى استعداد نرد على اي حد يعمل مداخله معانا، طبعا يتواصل معانا عن طريق التليفون. بس فاحنا عايزين نعرف يا فندم ايه المقصد، يعني ايه المبرر؟ انت حضرتك ايه يدير اللجنه الاولمبيه او وزاره الرياضه في ان عضو الفرع يبقى عضو جمعيه عموميه؟ ايه يديره؟ طيب انت حضرتك بتقول لي لا، ما انت ده بتاع عضو الجزيره دافع 250 وحضرتك دافع 75، ما ينفعش على راسي من فوق انا دافع 75 عشان ما اخشش الجزيره، دافع 75 عشان ما اخشش مدينه نصر، تمام، ما تمتعش باي خدمات اضافيه ولا اي حاجه على راسي، انما اللي دافع 250 يروح الجزيره ويروح مدينه نصر ويروح التجمع ويروح الشيخ زايد، حقه انا فقط، بس ما تحرمنيش من حق دستوري عشان مش دافع الفرق بين العضويه والكلام. ما هو ده اللي دايما ده دايما المبرر الغير قانوني اللي بيطلعوا يقولوا بيه ويقولوا بيه ويقولوا بيه. طيب انا بس قبل ما اروح السؤال سريعا، يعني انا بس جزئيه خلاص، احنا يعني احنا بنقول المشكله وقلنا المشكله وايه السبب ليه تمام. هم عايزين يعرقلوا الجزئيه دي، لكن او بعض الجهات عايزين يعرقلوا جزئيه الحكم ده، ولكن خلاص الحكم اتاخد والنادي الاهلي قرر تمام ان يوم 25 و26 الجمعيه العموميه هتكون في مدينه نصر وايضا فرع جزيره، تمام، دور بقى الجمعيه العموميه اللي اخذت او الجمعيه العموميه الخاصه بفرع الشيخ زايد هيعملوا ايه في هذا او اليومين دول بالذات؟ يعني الجمعيه العموميه للنادي الاهلي القادمه دي اخطر جمعيه عموميه في تاريخ النادي الاهلي، لان دي اللي بتحدد كيان وليحه وميثاق النادي الاهلي اللي هتمشي عليه اجيال مدى الزمان، تمام، أجيال إن شاء الله بإذن الله. اللائحة النادي الأهلي الجمعية الخاصة لاختيار اللائحة الخاصة للنادي الأهلي دي أخطر جمعية، وأنا من خلال حضرتك بنشد كل أعضاء النادي الأهلي، كل أعضاء النادي الأهلي في مركزه الرئيسي وعلى اختلاف فروعه، إنه يأخذوا الموضوع ده مأخذ الجد ويحضروا ويصوتوا، عشان النادي الأهلي أكبر نادي في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وعلى مستوى العرب، ما ينفعش تفرض وتملى عليه لوائح من صنع الغيب. تمام، ايه اللي هيحصل لاعضاء الجمعيه العموميه في اليومين ان شاء الله؟ يحضروا باذن الله. فين بقى عشان برضو نوضح للناس؟ لان طبعا هيحضروا ان شاء الله في المركز الرئيسي في الجزيره. في الجزيره باذن الله. لكن ولهم الحق في المركز، ولهم الحق شوف موجوده، تمام، احضر هنا انا ليا صوت، هروح ادلي بيه، هدلي بيه في مدينه نصر، هدلي بيه في الجزيره، من حق، مفيش ما يمنع قانونا من تنفيذ الحكم وحضور اعضاء زايد وفقا لصحيح قانون الرياضه الجديد. احنا مش بنجيب حاجه من عندنا. تمام استاذ وائل، لو كنت عايز تضيف حاجه عشان عندي سؤال ليك خاص باللائحه الداخليه للنادي الاهلي ورايك فيها واللائحه الاسترشاديه، بس سريعا بقى معلش. بص حضرتك في بس اخر نقطه، انا بلاحظ ان السيد الوزير وناس كتير جدا بتدفع الى ترسيخ المبدا المادي في هذه الماده، ان ازاي اساوي ابو 20 بابو 100، تساويه في ايه؟ يعني حضرتك تساويه في ايه؟ في حقوق الدستوريه؟ ما هو متساوي في حقوق الدستوريه. خدمات؟ ما هو ما حدش بيقرا يا فندم. لو تم قراءه حكم نادي الظهور اللي خده المستشار عادل حسين اللي بيجاهد لوحده، هيتعرف ان المحكمه تعرضت لهذه النقطه. انا يا فندم ساكن في كومباوند وساكن في قصر ب 5 مليون جنيه، وغيري ساكن ب 500 ألف في القسم بتاع المنازل.
هل انا ابقى عضو اتحاد شغالين وهو لا؟ ازاي يا فندم؟ دي حقوق. وانا بوجه رساله لمعاليه، انا مش هشتري حق الدستوري. حق الدستوري ليس منحه من احد. حق الدستوري الدهون الدستور، انما لن اتعدى حدودي وان انا اروح اخد حق مش من حقي. ودي رساله للجميع، من يريد انه يخش فرع الجزيره فرع مدينه نصر عليه استكمال العضويه، والساده اعضاء النادي الساده اعضاء نادي الاهلي فرع الشيخ زايد اللي استكملوا العضويه يعلموا تماما ان انا كنت واقف جنبهم. انما عشان نكرس للمفهوم المادي، لا يا فندم، مش هشتري حق الدستوري. لو ده اخر يوم في حياتي مش هشتريه. استاذ وائل، رايك سريعا بقى في اللائحه؟ والله بص، انا اللائحه الحقيقه، بص هقول لحضرتك برضه سريعا بس. ماشي يا فندم. اللائحه الخاصه بتاعه النادي الاهلي، انا عشان برضه دي حاجه بقولها سريعا، هي في البند اللي يخصني انا اتشال منها حق الترشح. وده الموقف بتاعي اللي برضه عايز اعضاء زايد يسمعوني فيه. احنا كلنا لن نفرط في اي حق، ولكن وجب علينا ان نقف بجانب نادينا. يجب علينا ان نقف بجانب نادينا، نسنده يعبر اي محنه بغض النظر عن الاشخاص. انا لا اساعد اي اشخاص ولا اكون عقيده لاي شخص. انا بقف وبساند الكيان اللي انا بعشقه. لذلك انا هتكلم، معلش يا كابتن محمد، عن النقطه دي. بقيه اللائحه معلش انا ما اسعفنيش الوقت ان انا يعني. طيب يعني هو برضه عشان برضه راي حضرتك كعضو جمعيه عموميه، انا معايا برضه استاذ محروس بدر عضو جمعيه عموميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، برضه يهمنا ان نشوف طبعا يعني طبعا محروس يعني استاذ محروس طبعا يقول لنا رايه في هذا الموضوع. استاذ محروس مساء الخير على حضرتك. كابتن محمد مساء الخير على حضرتك، مساء الخير على المستشار وائل وعلى المستشار عيسى يا فندم. المصري عيسى. يعني انا بستاذن حضرتك، بس هو طبعا الموضوع بتاع اهلي زايد قتل بحثا، وانا رايي ان في اساسا في حكم محكمه، يعني بعد حكم المحكمه ما فيش تبرير تاني. صحيح. واحنا طبعا مع حقوقنا الى اخر المدى، وطبعا نشكر مجلس الاداره ان هو ادانا الحق ده بصيغه الحكم ولانه منقوص، بس يعني مش هو ده الموضوع دلوقتي. انا بس عايز اتكلم، خلاص اهلي زايد احنا كده خلاص، والحمد لله خدنا حقنا وهناخده والاخر المدى مع حقوقنا. وده على فكره اي حد قانوني وغير قانوني المفروض يبقى معانا في الموضوع ده. انا برضو هوجه كلمه بس للاعلاميين اللي هو هدفهم يعني يقالوا اهلاويه، وانا ما عنديش شك ان هم في اهلاويتهم، بس عايزين بس نتكلم. لما يجي نتكلم في حاجه قانونيه يستدعى القانوني عشان يناقش فيها. ما ينفعش وانا بتكلم في حاجه قانونيه ان انا اجيب صحفي، مع احترامي لكل المهن، يبقى المفروض انا بتكلم على حاجه قانونيه اجيب قانوني اناقش فيها. لما اجي اتكلم على اهلي زايد واهل مدينه نصر واهل الجزيره، عمر الاهلي طول عمره مؤسسه واحده وهتفضل مؤسسه واحده. صحيح. ما ينفعش اقول في برنامج مشاهد ومن الاهلاوي انا شخصيا اتفرجت عليه ان اهلي زايد بقى يكرهوا اهل مدينه نصر واهلي. يا جماعه ما ينفعش. طب اهلي زايد يعني انا داخل كده اهل الجزيره مثلا، لو قدر لي على فكره انا ب 30 جنيه بخش اهل الجزيره طبقا للقانون، فيعني من الموضوع مش مادي. لكن هل انا وانا داخل لو حد ما يعرفنيش هيعرف ان انا اهلي زايد من قرتي وهيكرهني؟ هل بتاع مدينه نصر اهل مدينه نصر لو داخل اهل الجزيره مكتوب عليه اهل مدينه نصر وعشان كده هيكرهه؟ يا جماعه ما ينفعش دي، احنا بنتكلم على الاهلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا لما بوصل يا فندم اي يعني حتى الناس اللي بتتكلم على الحاجات دي اساسا اعضاء مجلس الشعب وحضروا انتخابات، هل الدوائر الانتخابيه في دايرتهم الانتخابيه عادتها من 20 سنه هو نفس عادتها دلوقتي؟ انا مستغرب. يعني 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 بطبيعه الاحوال كل فتره وكل ما بيزيد عدد السكان وبيزيد من له حق التصويت بتفتح له لجان انتخابيه ثانيه. معاك. فانا يعني الناس يعني حكموا ضميركم، حكموا اهلاويتكم. اللي 25 و26 انا عن نفسي رايح 25، انا مش هستنى اليوم 26. جميل. انا 25 دي حاجه جميله، دي حاجه جميله جدا. اهلي مدينه نصر. لان انا اهلاوي. تنور. انا اهلاوي. تنور. طبعا. دي شرف الاهلي. الاهلي عمره ما يملى عليه لائحه.
جميل. الاهلي هو من وضع اللائحه سنه 1907 فعلا قبل ما كان في قانون. فانا ضد ان الاهلي يفرض عليه لائحه بغض النظر عن حتى لو هي مصلحه شخصيه. الاهلي لا يفرض عليه لائحه. الاهلي هو زعيم الرياضه في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط. صحيح يا استاذ محروس، يعني اكيد طبعا كلامك مظبوط 100%. النادي الاهلي ده تاريخ كبير، تاريخ موجود، كيان كبير ومؤسسه كبيره رياضيه داخل مصر ويمكن في الوطن العربي وافريقيا، ووصول العالميه طبعا موجود، فبالتالي هي قاطره بتشد الرياضه لقدام من خلال تواجدها في احسن حال. بشكرك استاذ محروس باد، طبعا عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي فرع الشيخ زايد. استاذ وائل، يعني اخيرا تعليق على يعني قبل ما اقفل، يعني خلاص انا وقتي انتهى مع حضراتكم. تمام. يعني تعليقا سريعا لو انت عايز تعلق على اي حاجه. من يتوهم ان احنا هنتنازل عن حق من حقوقنا، فانا باكد له ان احنا لن نتنازل، لن نتنازل، والى اخذ حقوقنا المشروعه التي لا تتضمن تعدي على اي احد الى اخر الظهر. واحنا بنحب الكيان ده وهنسنده، ولو على مصالحنا هنسنده، لان احنا بننتمي اليه قلبا وقالبا. ارجو اعضاء زايد اللي سامعيني، اقفوا جنب ناديكم عشان تثبتوا ان انتوا كنتوا على احق بان انتوا تتعبوا طول السنتين دول وتاخدوا الحكم ده. تمام. اذا لم ينفذ هذا الحكم عملا منكم، يبقى احنا خذلنا نادينا. شكرا استاذ وائل. شكرا يا فندم. استاذ عيسى لو برضه بضم صوتي صوت وائل بيه، ومش هضيف اكتر من اللي قاله. وبشكر حضرتك جدا على استضافتك الكريمه. بشكرك استاذ وائل. طبعا بشكرك استاذ عيسى، يعني اكيد حاجه محترمه. ويمكن زي ما بنقول المهندس محمود طاهر لما طلع في المؤتمر الصحفي قال انا هنفذ حكم المحكمه، يعني طبعا وجود الجمعيه العموميه فرع الشيخ زايد باصواتهم في الجمعيه العموميه القادمه الخاصه طبعا بالتصويت على اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي في المرحله القادمه. ده حاجه مميزه جدا جدا جدا. طبعا النادي الاهلي نادي كبير زي ما بقول لكم، قاطره قاطرة الرياضة في مصر، هي اللي بتشد جميع الأندية بشكل كبير، فبالتالي نتمنى طبعا الجمعية العمومية تشارك بشكل كبير، تقول رأيها لا دي حاجة خاصة بيهم وكل واحد ليه رأيه، فبالتالي احنا عايزين نادينا يبقى في احسن حال. وخلينا زي ما بنقول السلوجان اللي موجود، شارك في صنع مستقبل ناديك، هو ده السلوجان الموجود بالنسبه للنادي الاهلي، واللي احنا نتمنى ان شاء الله مستقبل مبهر ويكمل دايما تاريخ النادي الاهلي باستمرار من خلال بطولات، من خلال شكل مميز. احنا عندنا فرع رابع ان شاء الله في التجمع الخامس، نتمنى طبعا يبقى مميز زي الدنيا زي بقيه الفروع، فبالتالي كل التوفيق للنادي الاهلي، ايضا لمجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله في اليومين الجايين دول، المهمين صعبين جدا، والجمعيه العموميه طبعا تكون موجوده. بعد الفاصل ان شاء الله هكون معايا نجم كبير، نجم من نجوم مصر، يعني وواحد من المدربين المميزين جدا اللي دربوني انا شخصيا، يعني زي ما بنقول واحد من النجوم سيد البلد، كابتن محمد عمر من المدربين المميزين، طبعا هيكون ضيفي. هنتكلم طبعا عن الاتحاد، هنتكلم على تجاربه في الاردن والكره الاردنيه، خصوصا في الفتره اللي فاتت كان في هنا البطوله العربيه والفيصلي الاردني، وهو كان واحد من المدربين المميزين اللي اضافوا للكره الاردنيه من خلال فريق الوحدات الاردني. لكن طبعا كلام كتير هيكون مع كابتن محمد عمر بعد الفاصل.